مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. صلاح أبيض. أي صباحكم فل. اليوم باش نحكي لكم على أقوى حاجة في تونس، الترانسبور. أنا الحقيقة ما فهمتش أنه القطاع اللي أموره منظمة، معناها ولا واحد مريقل ولا واحد يهني. لكن قبل ما نكمل، جوست ديديكاس صغير لسيد نائب الشعب سيمان المذيوب عن حركة النهضة، عامل دورة تكوينية في فقه وأصول استفيدة. هذاك الشيء يحب يكلمه معناه ويقيد رأى الأماكن محدودة، معناه ماذا بيكم في أقرب وقت. به نرجع لموضوعنا يا مستمعين ويا مستمعات. أكيد لو تعرف اللي احنا اليوم مش نحكيه على النقل، وانت توا في كار ولا في مترو وراك تهت على الاخ وراك تغزر بجنبك وتشوف في حالة وسيلة النقل اللي انت طالع فيها. ومع هذا الكل، سي معز شقشوق وزير النقل قال اللي هو باش تولي فما زيادة في تسكر المتروات والكيران. قال شنو هي من 2010 ما صارتش زيادة، واحنا سي معز راح تركيرها من عام 80 وقت معناها ما تكلمناش، معناها جينا كلمناه قلنا لك بدل، في الحين كان لسوي مكا هاو معناها تواكب العصر. هاي قلنا برا نفرك الرمان اليوم نشوف هكا شنية المشاكل، شنية فما، شنية رأي الناس، شنو رأيك يا مستمع ترى في الزيادة اللي صارت ذي، ولا خلي يقولوا كما قال سي أمين التعديل. لو انت نحكي لك حكايه الترانسبور اللي عندنا احنا، معناتها الكيران تفر جينيرالمون وكل في التوقيت الترانسبور بيبليك نتاعنا احنا كانوا اللي يطلع يعطيوه هما الفلوس، مش هو يخلص. هي تخلص المواطن على كل حاله اللي احنا فيها، على كل انتسمون الناس كي سردينا، ولا حاجه تجي في وقتها، ولا حاجه نظيفه، ولا حاجه مصلحه، وهي تخض 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 بوغ بار المترويت بتيت جو سي با الله اعلم. حتى هذوك مزاد بداو يدخلوا في حيط. بالله العظيم الترانسبورت بيبليك الكيران سيرتو اللي كارها الوزارة هي اللي تخلص المواطن، هو يطلع ويتخص له تذكرة تعطيه. اي والله كان جات الدنيا الدنيا راهي دولة تخلصك باش تطلع في الكار. اما ما يصيرش ما بيناتناش، مرة عندي هكا ومرة عندي، نصرف على دولتنا وما فما حتى مزية، وما غير كارني كريدي يا أخي. وعلى ذاك الكريدي، ما فماش كريدي كي ناخذوه ونصلحوا به النقل. شنو ترانسبور يضحك، شنو كيفاش وصلنا هكاك يا اخي؟ يا اخي اللي يجي يقول باش نصلح وما يصلحش، اللي يجي يقول باش توتو باش توتو، واحنا الفلوس ماناش عارفينها وين ماشيه. يا اخي اسطول نتاع كيران في تونس وحوايزها والكل على بعض، قداش باش يعمل؟ 100 مليار ما عندناش، احنا ما خديناش حتى هيبه ب 100 مليار، واحنا نهار كامل ناخذوا في الكريديات ونسلفوا، ما نجمناش نعملوا قرض كبير الاسطول نتاع الترانسبور في البلاد. بجد ويحكيه أنا تخيلها تقابل وزير النقل هذا، معناها في الجملة الأخرى تخيلها برك يجي قدام وزير النقل. هو مدام جوست حمل فكرك اللي احنا خذينا هيبة راهو، أما هيبة ما تحبش، دونك قعدنا كيك بلاش فلوس. وبجاه ربي سي وزير النقل، معناها طلب صغير كان تسمع فينا توا، ما عادش تقول أسطول، معناها الكلمة غالطة، معناها أمريكا ومندراك عندها أسطول، وأنت كثلاثة زينة وعزيزة اللي تدور بهم في الكياس سمي فيهم أسطول. قول عنا ثلة مثلا من الكيران هكا تكوين عصابي هكا ثلاثة أربعة كيران، واسكت تبداش تفتي. وماذا بينا زادت نحيوه كاسم شركة المترو الخفيف، خاطر لا رينا خفة لا شيء، والأسامي متاع النقل المريح والسريع والجميل والشباب والبوغوس هذاك ما سميه، خاطر ربي طايح فينا بالكذب. ترى نمشي الأسطول ذي معنى شنية مصيره؟ ترى باش يندثر الناس باش تولي تمشي على ساقيه. فما اسطول من حد من اصله مريتو فطيل كار تعمل دوره بعد ساعتين تجي ولا ساعه ونص، وقتاش باش يلقاو له حل؟ ما فهمنيش حتى يندثر يذولي حتى ما عادش يلقاو حتى كار. هاك تصور امين الاسطول يندثر مثلا نتحاول الكيران المترويت ولي وكالسكه نتبعو نشدو الصف مثلا ما بعضنا نمشي وك كل صباح كل واحد يمشي خدمته نقعدو نتبعو في السكه. اي علاش لي به ثم مواطن مثلا قال اللي هو ما فما حتى مشكل في تعديل الاسعار لكن عنده طلب من سيد الوزير. اخويا اذا كان مزيد اخويا مالا ظهر لنا الطرقات نقولها له برجوليه، ظهر لنا فمني نحينا الحفر وفمني وصار الزيادات هذه تمشي زاد للنقل، ما عادش نراو كار زاد تسيف الدخان نكحن وهاي تحت بار، فهمت؟ هذا شو نحبوا احنا. باهي باهي واضح برشا واضح برشا. هذا ما راهو هذا يخص شويه وزير التجهيز، احنا الوزراء نتاعنا ما يحكيوش مع بعضهم هكا صحيح، ما همش كما يقبل اللي حاصله في عاد يوسف الشهير كان يحكي بالواتساب والكل لك مع بعضهم ويبعث له يبعث لي، اما توا ليه الكونتاكت تاع شويه. باهي نمشي كيفاش نجموا نحسنوا احنا وسائل النقل باش تولي هكا مواتيه للمواطن ومرتاح؟ نقل في تونس كان الركاب أول حاجة، ثاني حاجة ديما معبي هو ميزانية الدولة تتوقع بالله باش يلقى يبدا عنه هذاك. شنو تقترحك باش إنه تولي وسائل نقل مريحة للمواطنين؟ يوليو يجيو في الوقت ما نعرفش يعملوا ديكليماتيزور في الكيران، يكسروا فيهم الكراسي ما نعرفش. حطوا بناك تنحطوا جيري في الكيران ما يصير شوية وكتك على روحك، لا مش هكيك تحسين وسائل النقل والله باش يعمل العربي. شنو هو الحل به مثلا نحن الاسطول اللي عندنا توا هذا الله غالب ما نجموش نبدلوه ما نجموش نزيدوا فيه، شنو نجموا نعملوا باش على الاقل نحسنوا ونقصوا مكان روتر؟
ترى الكيران وترى المتروات كيفاش معبين، صدقني مخك يقف، العباد ما تخممش. يا حبذا حتى الدولة عايزة تقول لك خويا تساهم، يا حبذا التوقيت، علاش الناس كل 8:30؟ علاش الناس كل اكتظاظ في العاصمة؟ علاش ما يبدلوش توقيت تلامذة؟ مع تلامذة محكوم فيهم أخويا تلامذة ولا يقراوا 9؟ علاش عندي تعمل الناس كل 8؟ البو يقوم الصباح يغسل وجهه، مرته تكمل بمكياجها في الكهرباء، يهز صغار يوصلهم بعد يمشي يخدم. علاش توقيت بصفة عامة ما يتبدلش؟ تحية لكل مراد مايك. والله لوجيك معناتها كلامه لوجيك على الاخر. اي على الاخر معناها الوقت ساعات العباد الكل تخرج فرد وقت. والله ملاحظة صغيرة ما نعرفش في كوريا في جابون معناها فما نهار اللي يعديوا البايك غاديك اللي يأجلوا برشا معناها الأوقات نتاع برشا خدامة غاديك باش ينجموا يخليوا وقت للتيم باش يعديوا معناها. معناتها ما فماش علاش صغار مثلا يقراوا 8 وأنت تدخل خدمة 8 والآخر يمشي يقرا 8 والروضة تحل 8 والقهوة تحل 8 وكل شيء 8 مع بعض. ليه نعملوا تعديل مع تطاوقات؟ فالقراية كانت تبدأ 9 ما تصورش كانت تقلق حتى حد. ناي باهية برشا باهية برشا. وفي الأخر نجموا نختموا نقولوا يا خويا مش لازم تحسنونا في الترونسبور، احنا تو كل أربعة فينا ياخذوا تاكسي ونروحوا. باه ناخذوا أربعة تاكسي تخلص أنت سلام. منظم. فما حتى مشكل. باه شو فما مشكل عندي إحساس لي مش تلقى له حل زيد. اللي هو مشكلة الريتار نتاع الكيران. امبوسيبل مستحيل. تعرف عليه؟ خاطر فماش مسلك خاصة للحافلات. اي هذيك دونك فماش مسلك خاص بالحافلات دونك مربوطة بالسيركولاسيون اللي هي ديجا ياسر دونك مستحيل نجمو نحكيو على كار تجي في الوقت نتاعها وتعرفها وقتاش تجي وكل شيء. دونك الأسهل أن نوليو معناتها نحطوا فلوس ونعملوا مشاريع نخمو فيها نتاع متروات. دونك هكا يولي أسهل كذا حاجة على السكة وموا على الأقل بلوز وموا نجمو نعرفوا علاش ما يمشيش حتى معناتها متروات اللوطة في الأنفاق كما في تركيا مثلا عندهم ريزو كامل نتاع لي مترو كلهم تحت العاصمه كريمون. دونك تولي حاجه باهي لهاي كهربا قصت عليه لهاي كهربا طلعت فوق السكه نتاع المترو لا حتى شيء. دونك يولي كله اللوطه ماذا يحب له برشا برشا مصاريف برشا فلوس وبرشا وقت وبرشا وزراء برشا وزراء برشا حكومات وبرشا هكا. يعطيك الصحه خويا سلاح.